برنامج نجوم كافيه كل خميس 9 المساء بتوقيت لبنان 11 الصبح بتوقيت لوس أنجلوس مباشرة على راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية بلوس أنجلوس كاليفورنيا. وبذات الوقت أيضا فيكن تتابعوا نجوم كافيه بصفحة راديو ستارز على فيسبوك من خلال فيسبوك لايف ستريم. نجوم كافيه من إعداد وتقديم الإعلامية ستيسي أباديكيان أرابيان. راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية. You're listening to only the best internet radio station in the world. Radio Stars, إذاعة النجوم اللبنانية. ضيف برنامج نجوم كافيه ليوم الخميس 14 تشرين الأول الفنان اللبناني عيسى غندور. بعت بالليل بلاقيكي. عيسى غندور رح يتحدث عن نجاح كل أغنياته من وقت دخوله مجال الفن الغنائي لغاية اليوم، وعن تجربته التمثيلية وعن الفن عموما. اسألوا عن الهوى. فيكن تسمعوا وتتابعوا برنامج نجوم كافيه من إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز ومن صفحة راديو ستارز الخاصة على الفيسبوك. برنامج نجوم كافيه من إعداد وتقديم الإعلامية اللبنانية ستيسي أباديكيان أرابيان. راديو ستارز. من إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز، صباح الخير. مرحبا لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا تسمعونا وتشاهدونا عبر إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز على radiostars.com أو عبر صفحتنا راديو ستارز على الفيسبوك. حلقة جديدة من برنامج نجوم كافيه وضيف جديد ليوم الخميس 13 تشرين الأول من عام 2022. مثل كل خميس بيرفقوكم من وراء المايكروفون أنا ستيسي أفيديكيان أرابيان، وجميل مدور عبر الإخراج وهندسة الإذاعية. شكرا جميل ويعطيك العافية. أكيد حضرتوا الفيديو وسمعتوا الإعلان عبر هوانا ضيفنا لليوم المطرب والممثل اللبناني عيسى غندور، يلي بفقرة نجم وحكايات رح نحكي كتير بين الماضي والحاضر. شكراً لمتابعتكم جميعاً مسبقاً. إذا عندكم أسئلة فيكن تبعتوها عبر رسالة مكتوبة على راديو ستار صفحتنا على الفيسبوك، وأنا أكيد بقراهن بكل سرور لضيفنا. وتعودت وقت بيكون الضيف فنان أي بغني، أكيد بالبرنامج ما بنسمع إلا أغاني. أوقات ممتعة لكم جميعاً. خلينا نبدأ برنامجنا بالأغنية الأولى. آه يا يما عيسى غندور. Radio Stars. Stars. آه يا يما شو مشتاق أضمة يرجع يا يما ويرد لي يا الروح. آه يا يما شو مشتاق أضمة يرجع يا يما ويرد لي الروح. يما يا يما
سمعنا أغنية جميلة جداً بصوت فنان بكل معنى للكلمة يلي عم بتشوفوه على الشاشة، ولكن قبل ما أبدأ رحب فيه وأحكي معه لابد ما أقدم لكم بطريقة أكيد بتليق فيه. الضيف برنامجي لليوم فنان ومطرب لبناني، وهو ابن الملحن الراحل حسن غندور يلي قدم ألحان لعمالقة بالغناء العربي. تعلم ضيفي من والده أصول الغنى وتربى على الأداء الصحيح وحفظ الأغاني الكلاسيكية، ثم التحق بالمعهد الموسيقي الوطني ببيروت وتعلم لمدة 4 سنوات العزف على آلتي العود والكمان، والتلمذ على يد الأستاذ سليم صحاب يلي تعلم منه أصول غناء الموشحات الأندلسية لفترة 6 سنوات. بأواخر الثمانينات أصدر أول ألبوم خاص فيه، ولكن لمعت نجمته وكبرت شهرته واتطرح أغنية عيون السود وصورها على طريقة فيديو كليب. حققت الأغنية نجاح كبير خاصة عند الفئة الشبابية، ولأنه معظم أغاني إيقاعية ورقصة. عيسى غندور فنان شامل، بغني بلحن بيكتب أغاني وبيمثل أيضا. عيسى غندور المعروف بغنائه لعمالقة الطرب والموشحات الأندلسية. أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز بلوس أنجلوس كاليفورنيا، الفنان عيسى غندور. مرحبا ستيسي، مرحبا لجميع المشاهدين والمستمعين عبر إذاعة عبر أثير إذاعة ستارز الأي. أنا بشكرك جداً على هالإنترودكشن، المقدمة اللي أكثر من ما بستاهل، أكثر من ما بستحق، ألف شكر. إن شاء الله تكون مقابلة نكون خفيفين الظل على المشاهدين. منكون منكون لأنه كتار ناطرين عيسى غندور يلي مقل جدا بالإعلام، ما منشوفه كتير وما منسمعه كتير عبر الإذاعات، وأنا بشكرك لأنه عطيتني فرصة حورك اليوم. يا هلا فيك، شرف كبير لإلي. شكرا، رح انطر لتخلص لانه بعتقد في ديلي، يعني هيدا لبنان او بقول لك يمكن الانترنت عنا ما بيسوى بامريكا. معقول عنا شو؟ خلينا سيبين. خلينا نغني ونفرفش هلا انسى صح. صح صح، انا عندي فقره اسمها نجوم وحكايات يلي هي بدايه البرنامج، ودائما برجع مع النجم من بدايه مشواره الفني لغايه اليوم، لانه كل نجم عنده حكاياته. اذا برجعك بالتسعينات عيسى غندور، دمجت موسيقى الروك والفانك والجاز والبلوز بالكلام العربي، مش صعب الدمج بين الغربي والعربي؟ وكيف خلقت فكرة الدمج ما بين الغربي والعربي عندك؟ لحتى اقدر جاوب مظبوط على هذا السؤال بدي ارجع بعد كم سنة لورا. يعني الوالد ما كان فيناتك، ما كان كتير متعصب بالموسيقى، مع انه هو بالمدرسة محمد عبد الوهاب الراحل الكبير، وهو من أحد أصدقائه المقربين جداً، ولكن ما كان متعصب، كان دائماً متجدد، بحب التجديد للموسيقى لحتى تعيش الموسيقى، هيك نظريته تقول. فأنا كنت متمرد جداً على هالنوع من الموسيقى، لأنه من وقت ما خلقت، من أول ما أعرف اسمع بسمع عبد الوهاب وصوم وأسمهان وعبد الحمولي و و و فطلعوا من راسي. يعني وصلت مرحلة من عمر 10 سنين 11 سنة ما قادر بقى، يعني هاي الصراحة رحت الأوبوزيت تبع كل شيء فيه أغاني، رحت للغرب. يعني بلشت أول شيء بلشت بالهارد روك والسلو روك تحديدا، رحت للدي بيربل للزابلن وايت سنيك بينك فلويد يلي هو البابا عرفني عن بينك فلويد،
يعني بوقتها كنت أنا ما أسمع. الوالد كان بده يستميني للموسيقى الشرقية يفرجيني قديش عظمة الموسيقى الشرقية، ما كنت متمرن معه. وهونيك مرة أخذني مشوار على ضيعة، كنا نصيف بضيعة بقرية اسمها فصاقين، هلأ كساتين صار اسمها، اسمها فصاقين، كانت ضيعة جديدة بعدها وخضار وصنوبر والول. فأخذنا لفوق، مرة قال لي بدي تنزل معي على بيروت هالمشوار ورجع نطلع بالليل. قلت له أوكي. أنا طلعت معه بالسيارة ونزلنا، كانت المغرب والشمس عم تنزل بعرض البحر كلها الحمار ومنظر رائع جدا. وكان على أيام السيارات الأمريكانة كان فيها كارتريج، يعني كاسات هذا العريض، وإذ بشيل الوالد كاسات وبحطه بالعربية. مين بتطلع؟ بتطلع موسيقى أو أغنية للبينك فلويد، شاين أون كريزي دايموندز. أوكي. فنازل بهالمنظر أنا وعم بسمع الموسيقى كيف أخذتني على غير عالم. فهون صرت عندي ذوق إنه كبر بعيني والدي، يعني إنه مش بس بسمع عبد الوهاب، صار يسمعني بعدين شوي شوي، هون شو قال عبد الوهاب، هون عبد المطلب كيف بقول الموال، هون وهون، لحتى بس. ولكن للأسف رحل بكير، رحل عمر 50 سنة، 51 سنة، ما قدرت أخذ منه اللي لازم أخذ. كانت وصيته أنه ولو بد أنه بد يفوت خلص عيسى لازم رايح على الموسيقى، لأنه عندي والدي عند العلم قبل الدين، يعني لازم يكون كل واحد عنده شهادة. نعم. فتعرفي كيف أنه ما بد الموسيقى تاخذني لغير عادة. فسجلت بالمعهد الموسيقى، كان وصية الوالد أنه أدرس كمانجا يعني فيولون، وأدرس موسيقى عقصولة، يعني فوت على المعهد وأدرس. فتت 4 سنين تحت الضرب والقصف بالأونسكو، وما قدرت أخذت الشهادة لأنه 7 سنين التخصص تبعي كان. وقفت. بعدين حشريتي وحبي للموسيقى، دائما كنت فكر أنه لازم نعمل ميكس، كانوا من زمان يسموه فرانكو أراب، وهذا يعني مصطلح خاطئ، مصطلح بضحك، شو فرانكو أراب يعني فرنسي عربي، ما بتزبط. فكان عندي دائما شعور أنه لازم نعمل الجروف، الإيقاع أو الشكل الأغنية الغربية بريحة بنسبة من أغنية من كلام عربي. بعض كانوا يضحك علي انه ما بتزبط، كيف يعني بدك تعمل. المهم كنت شيل اغنيه مثلا غنيه ل ديفيد كوفردل دي بيربل، لما بيقول I have often told the story about the way when I feel. المهم شيلها وحط كلام عرب عليها وغنيها على العود، تطلع غريبة عجيبة. هذه بالثمانينات، بأول الثمانينات، تطلع صعب. غريبة عجيبة. صعب العربي والغربي، يعني موسيقى غربية صعب كتير لأنه اللفظ في الحكي. نعم. ويعني ما بتر يعني مش حلو، ما بيطلع كتير حلو، إلا لازم تحط شيء إنسترومنت عربي معه، فلوت، ناي، قانون، ساعتها بتقدر تسمعي أكتر. من وراء هالشيء عملت أغنية اسمها كيف تروحي، هذه عملتها مع مايلز كوبليند، هو المانجر تبع ستين اكس بوليس، خيو ستيوارت كوبليند. واشتغلت معه ألبوم ومضيت معه ورحنا عملنا كيف تروح، يلي هي اذا فيك اذا بدي ارابيان، يعني الادن ستايل، الادن الصحراء ولا شو اسمه. فحبها كثير وحط نزلها بامريكا. وفجأة صرت شوف مثلا فوت على اليوتيوب، كان بعض اليوتيوب جديد، اطلع لقي كذا مليون، مش انا نزلها يعني حدا نزلها. استغرب لهالدرجة انه وصلت لهالدرجة هونيك بأمريكا. بس ولا للأسف ما نزلت هون، ما كان يشتغل هون مايس، ما نزل شيء لهون، لانه هون كله بروح بصير في بصير بايرتد، يعني بينسرق. صح. قال لي ما بستفيد بالكل، بعدين خود انت ونزل بعدين، بس انا ما رح بيع الا بس بيوروب وبأمريكا وكندا واستراليا. ولكن بعدين فترة هونيك تفضل حن الحنين معي انه تاعو متاع. كان وليد إتيم يلي الله يرحمه صديقي، هو على صداقة مع زياد رحباني كثير مثل اخوي يعني. نعم. وعرف زياد انه انا والدي كان صحبي مع زياد الرحباني، عرف انه عيسى مع عيسى وبغني ومغني، قال لي عرفني عليه.
فتعرفنا على الأستاذ زياد، كان إنه فكرته هو إنه ما تفكر بشيء يحدك، يعني شو ما بيطلع براسك أعمال وشوف النتيجة بعدين، بس مش منه ما تعمل. فكانت دوار يا زمن كيف تروحي بعدين، يلي رح نحكي عن تفاصيل كل الأغاني، بس كانت بوقتك ما كتير ناس تقبلته. يعني أنا بس بتذكر أول لقط أخذته من نضال أحمدية، تكتب بتقول إنه بدنا حكيم أسنان وما حكيم أحكيم عيون لنشوف الكليب، ما أخذت وقت. بعد بسنتين حدا عمل كمان فيديو كليب بتصور هاني العمري وشي، فكتبت عن هاني العمري إنه واو أول فيديو كليب بالعالم العربي أنيميشن، صفان بيك صرت أضحك، قلت إذا بدي أعمل وأتسمع شو النقد وشو هذا ما راح أعمل شي، راح ضلني قاعد بالبيت. فمن وقتها أخذت هذا النهج وشيت فيه ولأغلى. ولكن ولكن لا بالعكس، عم بستمتع، أكيد المستمعين كمان عم بيستمتعوا، ولكن أصريت تكمل بالعربي. يعني ما رجعنا شفنا عيسى غندور عم بيقدم روك أو بلوز أو جاز أو بوب ميوزك يلي حضرتك بتحبهم. لا خليت الجاز، عملت الجاز وعملت هونكي تونغ مع أسامة الرحباني. نعم. أنا وأسامة والياس ناصر الله يرحمه الشاعر. نعم. اسمع أول الطريق كانت تجربة جديدة كتير بوقتها، يعني هذه بحكيك إياها بالـ95 ومع مروان الرحباني، مع عائلة الرحباني ومع السيدة هدى غنيت كمان، صورت أنا وياها سكتشات للـ ARP. بس بوقتها كانوا كتير راحين مثلا وصوف، وأول الوصوف هيك وعرفت هالنوع الأغاني الحلو، يعني مش إنه أنا يعني أنا البيس تبعي هو محمد عبد الوهاب وسيد درويش وصالح عبد الحي والكاتيجوري هيدا. ولكن أنا عم جرب أعمل كل شيء مش الكل بيعمل. بعدين اتضح لي إنه لا، اللي أنا بعرفه مش الكل بيعرفه بكل، يعني مش إنه شوفها، اللي أنا بعرفه بالأغاني الكلاسيكية المصرية أو الأغاني القديمة الزمن الجميل، اتضح لي إنه كتار من الفنانين الموجودين مش سامعين، يعني ما بيعرف، ما بيعرفوا اللي أنا بعرفه بهذا. فرجعت على القديم وعلى سيد درويش وعلى عبد الوهاب بسياق المؤمنة، يعني رح نحكي كثير عن هالأمور. لما قلت محمد عبد الوهاب كتير يا قلبي الذل عليك ده ذنبك انت وليه ترضات يا رارارارارا. جملة بسيطة جدا، كلام بسيط جدا، بيلحن عميق جدا، بيمثل لك مزبوط. عم بقول له كتير يا قلبي الذل عليك، يعني لا اجي غني مثلا مع كل احترام مع انه بحبها للغنية إلا زلانة الناس الحلوة طيقة مثلا، لو سمعنا هالغنية الغزلة ريئة والناس الحلوة سيئة يا سيدي يا جمال ومال ضغط كتير عليك قرب مني حبة لسه شوية حبة مثلا، انه شو فرقت، شفت الكلام بعضه بسيط وهذا بس بلحن تقيل، بين الغنية غير هوية غير شيء. رح نحكي كثير عن هالأمور، رح نحكي عن كل هالأمور، رح نحكي عن سيد درويش، رح نحكي عن محمد عبد الوهاب، رح نحكي عن الزل بالفن، رح نحكي عن كثير أمور. عنا وقت كافي، بس طالما بعتنا بنجوم وحكايات عم نحكي عن الماضي، خلينا نسمع أغنية لنرجع نحكي عنها. جاهز؟ يلا. بعت بالليل بلاقيكي لعيون الناس تخبيكي، عيونك دايما عالبال صوتك أحلى موال، لو تسألي قلبي شو قال لو تسألي قلبي شو قال، حبك والشاهد الله بعشق سماكي كلها بخراب الدنيا وإلا بس إلا عيون السود حالي بسهر كل الليالي بتغير كل أحوالي يا بعيون السود، حبك
الشاهد الله بعشق سماكي كله تخرب الدنيا وإلا بس إلا عيون السود بغيابك تنسى حالي بسهر كل الليالي بتغير كل أحوالي بغياب عيون السود. عيسى غندور، شو سر هالأغنية مع أنه عندك أغاني كتير عديدة وانشهرت كتير، ولكن ليه تحديدا عيون السود اخذت هالضجه الكبيره؟ لانه كنت مغروم بحدا عنها سود قبل ماي اكس، قبل ام اولادي. نعم، بحدا عيون السود. لا، هو كان وقت اللي كتبت للغنيه كنت قاعد بقبرص، كنا عند بيت وليد قتيم بنيكوسيا، وسألت مرة عم بيحكي مع زياد على التليفون، قال له هذا اللحن لحن وليد إتيم، كانت أغنية إنجليزية يعني، كان كاتبها بالأمريكاني وغنية منزلة، عجبني لحن، قلت له بدي أكتب كلام عربي عليا. أوكي، فصرت أفكر شو بدي أكتب. قال لي وليد، قال لي ليك إذا زياد الرحباني بده يحب بحب وبقول للبنت بحبك شو بيقول لها؟ صنفي، قلت له بقول لها أكيد بحبك من بعض الله. نعم، هاي زيادة. فكتبت للغنية ووصلناها لزياد فرض الضحك، إنه إيه، إنه مزبوط، بقول هيك أنا بحبك من بعد الله وبعبد سماكي كله. بعدين إجا حدا يلي هو أحد المنتجين من الخليج، وإجا قال لي بدنا الغنية وبدنا نشتغل معك وبدنا نمضي معك، ولكن عندنا مشكلة هي كلمة بعبد سماكي كله وبحبك من بعض الله بدنا نغيره. قلت له ما هي الهوك بالأغنية كلها هي هالكلمتين، إذا شلتهم صارت كلمة عادية جدا، كلمة يعني ما. قال لي مشان نبيع بالسعودية والإمارات وما لازم بولي نظبطها. قلت طيب أوكي، منقول بحبك والشاهد. كنت أول شيء على رفض تمام، إنه نعمل شيء جديد إذا بدك، بس نغيره لا. مهم، تمنى علي ووافقنا. كتبت بحبك والشاهد الله وبعشق سماكي كلها، وقال لي بدنا نوزعها بمصر. قال يا أستاذ غسان، يا إنه ما بتزبط بمصر أغنية لبنانية، نعمل شيء تاني بمصر يعني. مهم أصروا، رحنا عند محمد، عند مصطفى، فمحمد مصطفى، سوري، محمد مصطفى اللي كان جوز شريهان عبد الوهاب، فنان كثير شاطر، موزع مهم. فسمعه وقال لي عيسى يعني أنا محلك ما بوزع زي ما هي. قلت له مش عم بيقبل. مهم وزع لي بحبك والشاهد الله يلي سمعناها هلا. نعم. واختفى غسان العجو اسمه، كان المنتج ميوزك ماستر، واختفى. اعتبرينا بعدين اتضح لي انه مندفع له فلوس لحتى يجي يعمل هالديل معنا يغير الغنيه ما يسمعوها بالخريج بحبك من بعض، يعني محاربه اكزاكت، مش محارب يعني، انه حابين للغنيه بس بدهم يغنوا حتى ما يصير انه كلام ما. فأنا هون كأنه أخذت كريدت بس زعلت بنفس الوقت، وما لنا طريقة هاي، ما لنا بروفيشنال، مضيني 3 سنين وتهرب، عاد سنتين لحتى بين المحامية وبين هذا لا قدرت نزل شيء. بعدين شوفي لوين عالم الموسيقى، عالم كتير صعب وكتير، ما بدي أقول وصف عيب الوصف لأنه هو عالم جلي، إنما 3/4 اللي موجودين فيه هن الموسيقى مش الموسيقى هي، وما في شيء موسيقى مش حلوة، موسيقى حلوة، فيها موسيقى بتعجبك موسيقى ما بتعجبك، بس في موسيقى صح وفي موسيقى نشاز، صح، ما في شيء موسيقى لأنه كل وقتها إلى صارت ذكرى، يعني الأغنية هي ذكرى بتاخدك لموقف معين كانت بالباكراون عم تلعب على الغنية وبتروح لها الذكرى. هون وظيفتها للأغنية، لغة بسيطة للكل يفهمها. بس إنما هلأ بهالأيام يعني أنا رجال وبسحق، والله العظيم بسحق اسمعهم، في بنات عم تغني أنا بسحق غني يعني، ما معقول، عم تفقد أنوثتها وعم تفقد عم تضيع الفن كله، وبعد فترة بيقول لك هذا تراث. يا أخي لا، مش تراث، هذا نوع نوري، يعني نوع في نوع من الفن اللي هو فن النوري البدوي يلي ما إله هوية، لأنه إخواننا النور بيروحوا جيبسي يعني زيجان، ما عندهم هوية، عندهم إخراج بيقعدوا على حدود البلاد وبياخدوا من كل بلد الكالتشر تبعه، بياخدوا شوي منه وبيمزجوا مع هيك، بيطلع معهم والكلام تبعهم فاضح جدا يعني، مفضوح جدا، صح، كثير مفضوح. فمنه لبناني، ما فيك تقولوا هذا تراث لبناني او تراث سوري او تراث ما انه تراث،
عم يصير للأسف إنه ثلاث أرباع الفن هيك عم بطلع. فتعالي جواز بالسر تعنجي ولد وطعم ما فيك يعني ما في. وللأسف إنه صار التلفزيونات هلأ لأنه رجع كثير لورا صارت الميديا هي المسيطرة. صحيح. صار عم ينقوا الفنانين والفنانات اللي عندهم أكثر شيء فيوز ولايكس يعني لحتى أو برنامجهم أو الشاشة تاعتهم. للأسف المشاهد صار عم يتأثر فيهم أكثر. واو عم شوفهم على الام تي في عم شوفهم على ال بي سي يعني هذا مهم. هيك 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 الذهنية هيك صارت. أصبح الفن هابط يعني من وراهم للأسف. أنا بإحدى حلقاتي من برنامجي تاني من ماستر موسوق حكيت عن فن الهابط يعني عند الشباب صارت العضلات عم بتغني وعند الفتيات الأجساد عم بتغني بطل في صوت يعني الشكل صار عم بيغطي على الصوت يلي صار شيء معيب كتير هلا. لا تفرض الشروطة تعمل شروط أنا ما بطلع إلا إذا ما كان في كذا ويندفع لي كذا وبأمرك وتفضلي وأنا وست سبع بادي جاردز شو هيدا ولو؟ للأسف والله عيب جد عيب للأسف. خلينا نرجع على هالأغنية. أي سنة أطلقت عيون السود؟ 94 من 94 لغاية اليوم بعدنا بنسمعها. طيب شو بيخلي الأغنية تعيش هالقد وتبقى ناجحة؟ هل هي اللحن؟ هل هي الكلام أو أداء الفنان؟ هي لأنه صورة ولحن يعني في كان الكليب بوقت جديد بعد فيديو كليب كان بروموشن للغنية ما كان في شيء اسمه فيديو كليب ستوري بورد وهذا كان يمشوا على البحر تاكسيدو مع الحصان وهذا نايس اوكي ورا الشجرة ذاتس ات. اجاهم واحد طالع بالاي شيرت كلاب مات جينز وعم ينطط وبحبك من بعض الله فهذا شيء جديد بالنسبة لأنه الناس حبوا ناس هاجموا في كتير تهجموا علي واتهموني بصفات يعني أنا ما أضحك يعني بس هلأ اللي لا هاجموني يعني عم بيقولوا لي أنت صلحت بتسأل لي علي بين وبين ملكش دعوة بيا زبطت تقلت في الباشا صريح أنت يا ابن حسن عم دور عم تغني بحكيت من بعض طلقت على التلفزيون واستحيت وانت لما غنيت تسأل لي علي وقتها درجع دقل لها هيت هلأ عم بلش تفوقها. بس تحضر الفيديو كليب تنتقد حالك عيسى؟ أنا أكبر ناقد لنفسي ببلش بحالي قبل ما ببلش بغيري. عندي كتير قصص ما مش مقبولة ما بحبها فيه بس وهي طبيعتي ما بحبها فيه يعني غلط دائما تكون طبيعي على الشاشة وعلى هذا غلط مش لازم. من الأول كنت بفكر أنه لازم تكون طبيعي. لا يا حبيبي ما في مش لازم تكون طبيعي لازم تحترم الشاشة اللي قاعد فيها لازم في رولز معينة بدك تمر عليها ما فيك تعمل ما فيك تدخن سيجارة بمقابلة مرة دخن سيجارة بمقابلة يعني أكبر غلط هاي مثلا كنت أحكي ما فرقة معي يعني يقولون شو رأيك أعطي رأيي بصراحة كمان غلط وعك تكون صريح كي يعني... صالح صديقين بين بعض أخسر اثنين أخسر أول واحد من بعد ما صالحهم مصالحهم عامل حكم بين صديقين أخسر أول صديق يعني بس قول الحكم وأخسر ثاني صديق لما يرجع يصالحوا مع بعض هو أيام نحن منجاوب بصراحة كلنا ذات الشي عيسى منفكر صراحتنا بتواصلنا محل ولكن أيام لازم نجاوب بطريقة دبلوماسية لأن نحب أكثر ويحترمونا أكثر للأسف هيك صار. بس من جوابك فهمت أنه لازم يكون كل أغنية موجودة تتصور على طريقة فيديو كليب لتوصل أكثر وتنجح أكثر وتبقى لفترة طويلة نعم. هيك بفهم؟ نعم أكيد نعم أكيد يعني من بأيامنا نحن الكليب اللي كان يكلف 20 و25 ألف دولار بادجت مثل ما عملت اسألوا وقتها مع طوني أبو الياس كلف 22 ألف دولار وما في شيء سمبل كتير الكليب يعني إلا بعدين رحت لمنسافر كلف 70 ألف دولار هذه بال 2004 2003 2004 كان أكبر بادجت حطه على الكليب وأنا بصراحة ما يعني ما بمضي مع شركة إنتاج كل شيء بعمله أنا يعني من الحفلات ومن هذا بشيل بصمد وبصرف لأنه ما بحب حدا يعطيني رأيه يعني يفرض علي رأيه أو لأنه هيك صار معي مع ميوزك ماستر وقت قصة إنه غير الكلام وقصة إنه بدك تروح على مصر وتعمل أغاني وأنا حلمي روح على مصر بس روح حلمي روح على مصر أعمل اللي أنا بدي مش اللي هن حاطين لي لأنه ما في عنا مدير أعمال يعرف شيء اسمه إيمج للفنان بفكروا الإيمج هو اللبس الشكل الظاهري من برا وأكبر غلط الإيمج هو الكاركتر شخصية الفنان
ست فيروز عندها إيمج، عمرو دياب عنده إيمج، إيمج بتعرفي دغري هاي هيدا عمرو دياب هذا كذا، صح ما حدا بيعرف مين، كتير حدا بيعمل. فلقيت نفسي إنه أنا عم بخسر أكثر ما عم بربح قصة الشركات الإنتاج، وخصوصا هول الأماترز بكون بدهم يوفروا. قلت يا صبي يعمل كل شيء بيدك، لو كل سنتين ثلاثة غنية بس إنه خليك بالطريق الصح. أضف إلى ذلك، وأنا في كتير كم ما يصدقوني ولا فكروني عن فنيس، ما حبيت أنا الشام، ما كانت كتير حلوة معي. كل شيء في اسمه برايفسي اختفى، وأصحابي اللي أنا وصغير بعرف بعض أصحاب أنا وياهم، هالعشرة بالمية اللي غيرتني أثرت على علاقتي معهم. صفت كل ما بيت انزل بالشورت او لابس شيء اسمه يأشروا علي بالشارع، ارجع اغرب اطلع البيت. هذا الشيء زعجني، ما حبيته. فاضف انه صار عندي حادث السيارة بال 2007 بال 1997 يا ربي 1997، وهون كانت وقفت فترة طويلة، لا قدرت رجعت مشيت منيح رح نفوت بتفاصيل بعد شوي. رجعت بال 2004 من هاجر استشهد الحريري وخرب البلد، سافرت رجعت جيت وعلقت هونك بعد وبقي خربان البلد. طالما عم تحكي عن الايمجز وعم تحكي كل حدا بتعرف انه هو، بنعرف عيسى غندور من البيري او من البرنيطة بيلبسه، شو قصتهم؟ لوك خاص لأ هاي لأنه طلعي سنة فوق 25 سنة بيلبس برنيطة، يعني هن الشعرات راحوا شوي، بس مش لأنه بلا شعر إنه عم بلبس برنايطة، بحبها. بلشت معي بأمريكا كنت ألبس له برنايطة، وإذا مرقت ست حلوة من حدي أو دموزال مرتبة أعمل الشابو باي، تطلع فيه إنه where you from؟ حبيت هذا القصة هيك وزحمت معي، وما عاد شيلها البرنايطة، صار مثل اللوجو تبعي. بحس حالي إذا ظهر برا برا بلا شابو بحس بشي ناقص، لأنه وقت منقول عيسى غندور دغري منعرف أو في بيري أو في شابو على راسه، يعني هيدي مثل صارت إيماج دو مارك عند عيسى غندور. ايه بحبها، كان الرجل من زمان يضل حط برنايطة على راسه وقار هيك. نعم وبنفس الوقت هي كاركتر صح. طالما عم نحكي عن نجاح ونجومية وحكينا عن عيون السود وشرحت لنا أن هي أغنية غربية وإلى آخره، طيب ليبقى نجم الفنان لتبقى تستمر نجوميته لابد ما في أسباب، كيف بيحافظ على نجوميته الفنان؟ هل اختيار الأغاني الصحيحة؟ هل من خلال عطائه لجمهوره شو ما بينطلب معه؟ أو بيعرف شو هي الألحان الصحيحة وبيأديها على طريقته؟ أي واحدة من هالثلاث أشياء اللي ذكرتها؟ سؤالك حلو كتير، بس في شقين فضل. يعني هل عم نحكي النجومية الأمريكية والنجومية الغربية؟ لا يعني عم نحكي عن العربية. العربية ما هو العرب هلا صار بيقلي، بتقلك أنا عالمية، صرت في أحد الله قالك أنا نجمة عالمية، وأنا ما بعرف أنا عم بيطلعوا إنه طب لما بيقولوا هيك معناته أنت رايح النجوم، النجوم الغربي يعني نجم الإيمج الغربي. نعم. يلي هو الاستعراض الشوبز بقلب المسرح برودواي وبلا بلا بلا. طيب يا دوموزال ويا أستاذ، أنت بتعرف هذا النجم الغربي اللي واقف على المسرح عم بيعمل هالشيء، بتعرف شو ثقافته؟ بتعرف إنه هو بيكتب كل شيء؟ تعرف انه هو بيلحن كل شيء؟ تعرف انه بيعزف كل الالات بغنيته؟ تعرف انه دارس وعمل ماسترز بالموسيقى وعامل وا وا وا؟ انت مين لتكون حد؟ هاي وحده. ثاني شيء النجوميه العالميه مش بشكل فستان قد ما بتعليه وقد ما شو اسمه، لا النجوميه العالميه هي بفنك انت، يعني اذا وصلت غنيتك وترجمت لكذا انت نجمه عالميه شطوبة. بس إذا حدا أمريكاني سبك أو كتب عنك إنك بتغلبي بطلت عنه وأنا صرت نجمة عالمية، لا. لتقدر تحافظي على نجوميتك أو على الشهرة اللي أنت عملتيها عندنا بالبلد، لكن في نسبية ستيسي، يعني ما بدي أشمل الكل، ولكن في 90% بيضحوا، في منهم بيضحوا بسمعتهم، في منهم بيضحوا من تحت لتحت، في منهم بيضحوا في تضحية كبيرة. أنا مرق فيها للنجومية بصراحة بكل طواضع، بال 95 94 96 لغاية 97 كنت حديث المجتمع. نعم. يعني واحد من هالناس اللي كتير معروفين،
وقال لي اياها ابو وديع الله طول بعمره. قال لي جيت انت زحتنا هيك زحت راغب زحت وقعت بيناتنا. وقال لي برافو على اصلك بتعرف كيف بيحكي جورج انه وراغب قال لي كنا ننطرك على التلفزيون وننطر شو بدك تعمل من بعده ما كنت طيقك فضحك انا شو اللي بيعرفك غير فكره اخرى عنك. فبتهون لما تسمعين وتحكي معهم بتعرفي انه وين وصلتي يعني وين كاتيجوري تبعك بيناتهم. مش بس لانه بحبك من بعض لانه من بعد بحبك من بعد الله في بتسألي علي ما لكش دعوه بي السيده فايزه احمد في اه يا يما في في كذا اغنيه اسالوه عملوا بس ما حدا اخذ قد ما اخذت بحبك من بعض الله. صح. انا للاسف انه كان بدي ضحي كثير يعني انا طبعي كثير هيك ما بعرف اللي عساني بحكي لازم الساعه 4 الصبح 3 الصبح يدق لك فلان في وتكون حاضر للحفله ببوت او باليخت او بكذا وما في ممنوع تقول لا. مثلا الله يرحمه سيمون اسمر بعث لي كونترا في بند من الكونترا انه اذا بدك تطلع كيلومتر برات بيروت بدك اذن خطي مني وعلى 15 سنه. طب يعني انه شو هيدا شو هيدا احتكار. فلتصير انه لتصير ما بدي اياها الشهره اذا هيك بدك تكون سليف بكل بالك يا I'm not a slave ومستعد أخسر الشهرة وأخسر الفن ولا أخسر مزاجي وشرفي وخلص ما بدو أكتر من هيك. واو كلام حلو. للأسف في منهم تصور بيمثلوا لك إنه هن كذا. لا أنا بعرف يعني سمعتي وعلى شوفتي وما إلي مع غيري. هو حر بحترم قراره بحترم رأيه بحترم طريقة عيشته بس ما يطلع يقول انا فنان تعبت وشريف ووصلت لو وصلت له. لا اسمح لي فيه انت وجابوك من البيت وحطوك بهالمحطه ولبسوك وعملوك وا 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 وغني هالغنيه وهالغنيه وطلعت رقص هون هيك وعمول هيك خلص صرت نجم. ما فيك تقول هيك انت ما تعبت نحن اللي تعبنا غيري اللي قبلي تعبوا اكثر مني بكثير. يعني انه ايه انه بقول لك انا نمت بالسياره مدري شو 3 ايام لما طلعت نمت بالسياره انت بسوريا ولا طلعت غني مش عم بحكي عن ابو مجد عن ملحم بركات بالعكس عم بحكي عن اللي بعده. انت كان عندك بيت 400 متر مربع بالحزمية كان بيروت وطلعت حط بالسياره توفر اجار اوتيل لتحطهم بجيبك. فهمت. طلع حكى من فترة عمل حكى قصة حياته وقال أنا نمت 4 أيام بالسيارة وكان يا حبيبي نمت 4 أيام بالسيارة لأنك بخيل لأنك ما بدك تحط أجار أوتيل بس هيدي هي وبدك ما تاكل فلافل لما تاكل شو اسمه معك الفرقة معك 3 من الفرقة معك ما بدك تطعميهم والناس بتصدق بس أنا بعرف هالقصص مثلا شو بيغنى فيهم هو انه انا وفرت وعملت هيك 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 مثلا. ما لي مع غيري طبعا ما لي مع غيري بس غيري ما يقرب صوب المنيح مش عم بحكي عني صوب الفن المنيح والفنانين المنيح لانه في كتير بعد فنانين منيح وفي كتير فنانين بحبوا فنهم وصوتهم رائع وفنهم رائع. في صداقات بالفن وللأسف في أكثر اللي مش منيح صوتهم في صداقات بالفن عيسى غندور ولا بس يلي منشوفهم على الانستغرام وفيسبوك هودي مجرد ما أنا بعمل استخدام لأعمل صداقة بتسائب إنه بكون في حفلة معينة أو ولد أو فرح معين ومنقعد أو نتلاقى بمطعم معين وبعدين بتصير الصداقة. في بس أنا ذك ومرحبا حابب أتعرف عليك أو هو ذك اللي ما في منا هيك لبنان من زمان كانوا بس الفنانين يلي بيغنوا في صداقات كانوا بالكون برا يبقى مضوى ما كان في سلم وقت كان في اللي بالكون مضوى يعني السهرة عن يجتمعوا كلهم بالمطرح البالكون مضوى اطلع انا الاقي فيلم وهبة نصر شمس الدين ياسر رحباني وداد سعاد محمد كلهم عندنا بالبيت بالصالون وعلى العود وعم بغنوا. يا الله شو حلو تكون صار يا الله واسمع حديث واخبار هيدا عمل هيك وهون عمله بصراحة قلت هيك وفيروز قالت هيك كلهم بعرفهم هون يعني وعيشوا من انا عمري 6 سنين 7 سنين كيف بدي ارجع طلع بهالشخص اللي بيقول لك انا تعبت وتعذبت وعملت ما لي ما هو الفنان اذا ما تعذب واحترق سلاف وما بنو فنان ما بيطلع منه. عم تحكي اشياء كتير حلوه وصريح كتير حضرتك انا عم بستمتع. ببدايه برنامجي وانا وعم بعرف الناس عن حضرتك قلت ما بيغني فقط بل بيلحن وبيكتب اغاني عندك هالتجربه هل معظم اغانيك من كتابتك وتلحينك؟
أنا ما لي فيناتيك، يعني ما بلاقي شغلي حدا كتابها عملها بخدم، بس ليك لآخر فترة أنا بلشت كتابي، رح أكون صريح أكتر، بلشت كتابي لأنه ما كنت مون على شاعر معين. كان عندي صديق اللي هو نزار فرانسيس، أستاذ نزار فرانسيس، شاعر رائع جدا، بعدين صار اسمه كبير وبطل كثير يفضى يعني للأعداد اللي كنا نعدها، ودائما بشوفه ودائما بيقول لي خلينا نعمل شيء سوا، خلينا بس بعذره وبفهم لنزار. لأنه ما فيني مون على شاعر مثل ما بدي، اضطريت أكتب. يعني الحاجة أم الاختراع، أنا ماني شاعر، يعني ماني بقعد حالي واو، بالعكس أنا بكتب حالي معينة، حبك من بعد الله، آه يا يما، آخر فترة كتبت ولحنت لنعوم الحلو، نعوم صوته هيك على قد صغير بس، ولكن نعوم ياريت عندي امبيشن قد نص ما عنده إياه، عنده امبيشن، عنده طموح مش طبيعي، بده يعمل بده، فنان فنان من جوا، تحياتنا بحبه لنعوم. لكن مش بس فقط بتلحن وبتكتب لحضرتك، بلا غيرك كمان، وكتبت لغير، كتبت لراغي، حطيت لراغب منزل مع إلها قصة تانية، مروة أما نعيمة اللي بتغني أما نعيمة، كتبت لها don't do this don't do that، وخصوصا أنت بالذات جاي تلعب على أعصابي، تركني وخليني بلاك، قلت لها الميكس، بس هذه بصراحة أنا عطيتها إياها لمستحيل، يعني الصديقة كان وقتها والمانجر تبعها والصاحب ضياء الغزاوي وموسيقي معروف، وكنا بمصر وكنا قاعدين بسهرة وكانت هي موجودة، أنا عم طنطن على البيانو وعم غنيها لهاي، ونطت بدي إياها للغنية، يا بنت الحلال هاي، أنا عم بنزح فيها مسحة يعني، بدي غنيها، عم ضياء صحاني، قال بكرة فاتين على السيديو مسجلة وجودك أو مش بوجودك، قلت له أوكي بعطيكم يا بقى، عندي شرط واحد، قالت شو، قلت له ما تحطي اسمي، يعني بدها تصوري فيديو كيف ما تكتبي اسمي، قالت بتسحي فيها، قلت له لا مش بس قصة مستحب، قصة بعني ماني جاهز لأكون كاتب ولحن، أنا بصراحة إيه يعني ما إني عين كنت أتغني، وقلت لها يا بعدين قلت أبو الجامعة إذا تواضع نضحك زي وهي تضحك، فحكى أول شيء حطيت كلمات وألحان عيسى غندور، لا تفضل إيش عملتي فيه، فأعطيت أعطيت برا، أعطيت لمطربين تونسيين، وفي عندي كمان لطفي بوشناق الله يطول بعمره، هذا الفنان الرائع كنت بستضيفه عندي ببيروت، كل ما يجي على بيروت ينام عندي، يقعد عندي كم يوم ونقعد كل السهرات انا وياه، لطفي بوشناق فنان يعني الله يطول بعمره، صوته وفنه وشخصيته بحبه كثير، استاذ علي الحجار كمان كنا بمصر كم عادي، الكينج الملك محمد منير هايدي لازم اغنيها عن قريب، يا فرصة عمري عدين هعمل نفسي متجاهلك، انا اسف وسامحيني، في واحد غيري يستهلك، يا فرصة عمري عدين هعمل نفسي متجاهلك، أنا آسف وسامحيني، في واحد غيري يستهلك، فمدي الخطوة عالآخر لأبعد نقطة عن عيني، فرصة عمري عديني، يا فرصة عمري عديني. الله أنا محمد منير، الله يسلمك. هذه مش كلمات، كلمات وسام زين الدين، شاب مصري بيكتب حلو وعنده مستقبل واعد كمان. يعني طموحي، عندي طموح كتير ولكن ما بعرض، يعني ما بعمل شغلة بقول واو هذه خرج نانسي، أوف والله هذه خرج كذا، بس ما في مرة دقيت لجيجي أو بقول له اسمع، دقيت لجيجي لحدا غيري سمع طلال منطارة وعنده شغلة، بقول له جيجي اسمع في غنية حلوة لناس مثلا، بعتلي بس انا لالي صوت، لا ما بعرف ليه بستحي، تستحي خجول، بستحي لانه اكتشفت اذا عرضت، يعني التاجر اللبناني تاجر عندنا المنتاليتي التفكير اللبناني، اذا عرضت بتعطيك بترخص، صدقا مصدقيني نعم ترخص، يعني انه اه عم بدق لي يعني معناته ما بلاقي حدا هيك دغري بروح،
طيب قبل شوي قلت قلت شي مهم بدي توقف عند حده. قلت كان في غنية لسوبر ستار رغب علامة وهي حكاية تانية ببرنامج بنحكي كل شيء الأمور بنسميها مثل ما هي. إذا حاسس حالك جاهز نحكي عنه. قديم الزمان كان في قصة حب كبير بينه وبينه من زمان قصة قلبي الحبة كتير صارت بكتاب النسيان يا مكان كان يا مكان. بيوم من الأيام كان في بردوشة كتير شفتها تذكرت الأيام عشناها بوقت صغير بعيون ما بتنلام على ماضي صار بعيد يا مكان كان يا مكان. سلمولي عليها لو حتى من بعيد واسألولي عليها لو فيهم حب جديد قربوني إليها وزمان الماضي نعيد شو مشتاق. هاي كانت لراغب. ليه ما غنيها؟ لكن رح كون صريح كتير بس راغب ما معه خبر لهلا يمكن ليش. أول شيء ما كانت خالصة وتاني شيء إنه بوقتها إنه بحب كتير إنه راغب عم يغني لي يعني نجومية راغب راغب نجم كبير عربي وكل فك أي ملحن يعني بيطمح إنه راغب يغني له سواء عجب صوته ما عجب صوته بيطمح إنه راغب يغني له مين ما كان أي ملحن كان. لما أنا في على صداقة معه لراغب وكنا عم نلعب طاولة بحب لعب الطاولة بس ما بحب يخسر عم نلعب طاولة ودندنت هيك عم دندنة وعم نلعب قال شو هاي؟ قلت له هيدا عم بكتبها عم بمسك العود وحفظها من أول مرة وقال لي هيدي لإلي بدنا نسجلها ونشتغل عليها. بعت لي الـ DVD انه ما يسوى او صوتك. عفوا اي سنة عم نحكي؟ عم بحكي لك يا هيدي بال 98 99 تفضل 98 99. فما بعتها لانه ما كانت خالصة وانا ما بعرف شو قلت له خالصة قلت انا بخلصها بيوم يومين وببعت لها ما كانت تخلص معي بيوم يومين بيتصل في خضر وقال له ايه خالصة وقت بعدين ما عاد اتصل فيه خضر ولا انا تقيت انه جب سيرتها الاولمبية وهي عنده كانت هذيك بس انه بده انا اللي الجروف تبع اللي اعطيته اياه نفس الجروف انيجما يكون نعم وكانت جديدة يعني فكرة جديدة وراغب ذكي فنان ذكي يعني بيعرف يقطف الغنية واحد من انجح المطربين بيعرف انه هذه الغنية اغنية هيت او لا وهذه موهبة لحالها صح. في فنانين ما خصهم في غيرهم بنقول يعني بيقولوا له هاي قلت هاي مغني هاي ما تغني هاي بيوثق فيهم مش غلط انه يكون عنده حدا يوجهه بس يا ريت يكون في حدا كمان يوجهه كيف يحكي يطلع يحكي حلو لك لا لا مش انا اول واحد عملت هالنوع وانا الاول بالعالم العربي مخيره بعد صرت الصحافي عم نسمعها مش كله طبعا بعد الصحافي عم نسمع مثلا تألقت الفنانة الفنانية المطربة الفنانية بالفستان الأحمر على المسرح طبيب طب حكيني شو شو غني طب تألقت بالفستان وبتيابة شو غنيت شو الماتيري اللي عم تغنيها شو الحق غني. على الصحافة والإعلام اللي بيعطوا أهمية لأشخاص ما بيملكوا صوت حلو وما خصهم بالفن. طب لنرجع على الأغنية ما خلصنا لحظة بعد بدي كمل اليوم جهزت الأغنية خالصة جاهزة خالصة راحت لنعوم صارت لنعوم. طب ليش لما رجعت حكيت سوبر ستار وليه ما رجعت عطيته الأغنية ما عاد فتح سيرتها ولا عاد أنا قلت له بدك الغنية ما خفت بكي قلي لا زعل مثلا ليه ما عطيتني طب جربت أخذت هالخطوة أخذت هالخطوة ما بدي أخسر صداقته ولا بدي أخسر أنا لا جبت سر له وجبت سيرتها في صداقة بس كان يزركني دايما اليوم شو عامل يتسمعني قال له أنا يلا سمعك هذه اليوم في صداقة ولا ما بتحكوا مع بعض؟ لا مش ما بنحكي مع بعض بس بطل مثل قبل يعني هو شغل ونقل عائلته ونقله مكتبه كان حد بيتي مثلا على برجر كينج بالروشة أحمل حالي وانزل فشختين قصنا عنده وجيب الطالة ونقعد وهيدي بيه وفي الشلة خلقه وهذا قال هيك وعملت هيدي وأنا يلي شو رأيك كله ما بتدخل يحل عم يسك بلشوا في الشلة خلقه حقيقي رحنا كم حفلة مع بعض في دبي هلا
ما تتهرب عيسى غندور، ما تتهرب المسافة ما بتلغي الصداقة. هل اليوم تجمعكم صداقة؟ ما تتهرب مع السؤال. مع مين؟ مع سوبر ستار رغب علامة. طبعا ما في زعل، بس عم بقول لك مش مثل قبل، يعني ما عاد كل يوم بعد يوم تليفون. نعم يعني هو بعد شوي وانا بس انه من بتلقى حبيبي و و و كل حال كنت على صداقة اقوى من فضل. اثنيناتكم رائعين واثنيناتكم فنانين مهمين طبعا. بدنا نحضر فيديو كليب وبنرجع بنحكي عن تفاصيله. جاهز؟ يلا يلا. هون عم بيركض. تستغربوا عم بيطلع بالأسانسور لفوق. ويلا نحضر سوا كلنا. Thank you.
دوار يا زمان، شو هالغنية؟ شو هالفيديو كليب الحلو؟ ما مضايق من هالكليب إلا بشغلة واحدة بس. تفضل قلي. التيشيرت تحت البنطلون العاشر تحت، ما معقول يعني كيف أنا عوني عامل هيك ما عامل، وبعيون السود نفسها هذه نفس العاشر كلب مات هذه نفسها كنت معروف بس حطها تحت البنطلون. طلع بحاله هيك كل هما كيف هيك عامل هيك كيف المنظر هذا. بدنا نجرب ما نقرب كثير عيسى عم تظهر برات الفريمينج، بس يعني حضرتك كنت معروف وقتها مثل ما قلنا يعني الفلانيل دائما تلبسها وهيدا الستيل. وخلينا نذكر هيدا الفيديو كليب كان من انتاج تلفزيون المستقبل صح؟ قعدوا سنتين اشتغلوا فيه البروغرام تبعه اسمه سيليكون جرافيكس اوكي فريم باي فريم. نعم كل فريم ما بيرسم خمس دقائق بياخذ 10 قد كم فريم فيفا هلكتهم يا حرام كرييتيف ديبارتمنت هيثم جوهري هلكتهم. الفكره كانت حلوه يعني دخلته تقنيه رسوم المتحركه وطبعا سبقت كان علي جابر وقتها بتحمس للفكره كثير وبو انا يلا جو فور ات. انا فكرت ابو شهر خالص عدنا سنتين شغل فيه سبقت فناني عصرك يعني كان شيء جديد كليا الناس عم بيشوفوا كانت فكره جديده لوقتها نضال احمدي ما عجبتها الفكره كثير تأذتني وقتها ولما اجت صغرت عندي بعد شهرين ثلاثه عم غني بالسمرلاند لليلينا واجت صغرت عندي وكانت الين السيده نوال الزغبي كمان بغير طاوله كمان سهرانه يعني وكانوا اثنين بتخانقين مع بعض فانا قاعد بين الثاني الا هيك والا هيك فقلت لها انا على اساس كيف يعني انه على اساس بوجع لك عيونك هذا الكليب قالت لي انا قصدي عملت هيك لحتى تدق لي انه بتحركش فيك لحتى تدقوا لي يعني شو الطريقه انا تقرصيني لحتى تدق لك ما بتزبط. خلينا نقول كلمات والحان مين الاغنيه؟ الحان وليد طيب الله يرحمه اللي هو كانت كمان غنيه غربيه كلماتي. نعم وفكرة مين يعني كانت رسوم المتحركة كيف خلقت الفكرة؟ هيثم جوهري. نعم هي كانت فكرته أساسا في كليب فرجاني عليه أدوانا فيس الدين في بارت منه أنيميتد وقال لي هلا في عنا بروجرام جديد اللي هو سيليكون جرافيكس بكون أول بروجكت نعمل فيه هو الكليب أيضا. نعم فقلت له اوكي طلعنا عند علي وقلنا له هيك 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 قال يلا جو فور ات هذا كثير بحمس عليه بضل نعم وبيوصل بي انا بزوجي فكرة يعني حتى في فعاليات كثير يعملوها يستشيرني فيها يعني شو رايك موسيقى الموسيقى التصويريه للبروجرام شو رايك هالموسيقى بالموسيقى كان دائما يستشير في شخص ثاني يستشيره منيح كمان احمد قعدون الاستاذ احمد قعدون نعم وقتها ايه على اساس كم شهر بتخلص قعدت سنتين يا حرام اشتغل فيها كم مرة طلعوك ونزلوك بهالدرج انت وعم تركض يا عيسى ايه وطالع التون مختلف شوي بس انا بعدنا هلا رحموت كيف حاطط التقيل عايشر تحت البنطلون وهي وقال لها لريمة وقال له كيف خليتوني حط هيك قالوا هيك دارش كانت طالع ضحك بس لكل اوان اوانه يعني كل زمن له زمن صح كل شيء له وقته. إذا بدي أرجع أحكي عن الفن اليوم منلاحظ يعني في منافسة قوية بين الفن اللبناني والعربي، برأيك هل الفن اللبناني قادر ينافس فن العربي تحديدا فن المصري؟ رح أكون صريح معك مثل العادة في حقبات وفي أزمنة للفن اللبناني درجاتها كان فيها أقصى الدعم. نعم. بالخمسينات الستينات كان في شيء اللي هي مصر ما حدا نفسه. الفن المصري ما حدا بالعالم العربي قدر نفسه فنيا. Let's face it. مستحكي صراحة. نعم. عم بحكيك بوقت بلي حمدي محمد عبد الوهاب محمد الشريف مرحمين يعني محمد الموجي واوا مين ما دون نفسه. مع كل احترام اللي موجودين عنا كام ورحلين لا يقلوا عنه ولكن نحن إمكانياتنا محدودة يعني بمصر إذا بدك 60 كمانجا on the spot يجوا يسجلوا فيه نحن إذا بدنا 10 كمانجات بقعد 3 أيام جمعهم نجمع 5 ندورهم هون الفرق إنما ما كان في حدا يقدر ينافس إنما الأغنية اللبنانية هي أغنية مهضومة
يعني إذا بدك تاخديها للكلاسيك الطرب الطرب الثقيل ما بتنجح ما نعم. إذا بدك تاخديها كستيل اللبناني يعني راح أبني زكي نصيف حسن غندور حفيف رضوان أوه رائع رائع مهضومة مهضومة أنا بوقتها ما كان في حدا يقدر ينافس نافسنا المصريين بس بالكلمة بالكلمة اللبنانية نافست العالم العربي كله كانت تحتل معظم الأحيان تتصدر لأنه كلمتنا مهضومة يعني هن بيستهدموا الكلمة العالم العربي بيستهدم كتير الحكي اللبناني لما يقول لك مثلا تقبرني وما بقى بحطه بالأغاني بتصير هبت عندهم هاي إنما بدك تيجي تلعب بملعبهم كأنك عم تروح تبيعي هامبرجر بأمريكا فهمت قصدي كيف؟ ما بتزبط ما بتزبط إنما كله إله شيء يعني حقب اللبنانية إلى ميزتها وإلى رونقها وإلى جمالها وحقب اللبنانية ما بلشت عند الأخوين الرحباني والأستاذ وليع الصوف الراحل الكبير لا بلش من قبل بكتير من قبل كتير من يام حليب الرومي الأولى المني عبد الغني شعبان بعدين اجوا الرحابني واخدوا منه يعني بعدين إنما الفن اللبناني موجود من قبل كان وطوروا الرحابني لأنه راحوا للغرب صح. حتى أغاني سيد درويش عملوا كل شيء له وقته له حاليه له رونه صح كل شيء له وقته مثل ما قلت طالما عم نحكي عن الفن يعني الفن عندك شامل مش بس بتلحن وبتكتب بتغني من بعد ما أصدرت ألبومك الثاني بأوائل التسعينات يلي هو سألوا من بعده غبت فترة ودخلت مجال التمثيل من بابه العريض وقت شاركت بمسلسل مصري عرض على عدة قنوات فضائية وهو أم العروسة إلى جانب أستاذ حسين الفهمي ومعالي زايد هل صورت غير رامز جلال انا بحكي لك قصه شو عامل فيه رامز بالمسلسل قد ما كان هالزلمه ما معقول يعني هل صورت غيره هل صورت غيره اذا نعم شو هن نعم. المسلسلات وكيف كانت تجربه التمثيل بمصر لانه بعرف عندك تجارب سابقه بالمسرح يلي رح نحكي كمان عن تجاربك تفضل حتى أكون صريح مش إنه يعني شافوني واختاروني وبأخذوني على مصر لا المنتج صديق لإلي منتج سعودي هو ابنه نحن أصدقاء وإله بمجال هو اللي عمل أمريكا شيكابيكا وما أفلام عنده أفلام عنده مسلسلات عنده مكتب مصر له سنين قال لي يا عيسى شايف دور ما في إلا أنت بتكتب بس دور هذا اللي معه مصاري وهيك سبحان الله اخذ هالصوره هي دائما انا زنجيره مع سيت الغنى ولا سيت الفقر يقول انا ماني يعني انا ماني ممثل حطني مع استاذ حسين فهمي مع علي زايد سوسن بدر جمانه شرف الدين سوسن ياسمين الجيلاني قال لي ما في شيء منه خلاص انه سهل وكذا وتدرب شوي يعني مش حال طبعا غرني هالشيء لانه ما رح اقول لا اكيد وشربت انه انا بعمل التيتر تبع المسلسل غني وهو قال لي لا لك التيتر والموسيقى رحنا لهونيك تمثيل صعب كثير على فكره كل مين بيفكروا هين انه بيطلع هو مهضوم قدام الكاميرا بيطلع بيسقط بالفخ صعب صعب كتير صح. الوقفة إلى وقتها الحركة الصوت التون إيقاع الصوت مع المشهد كله ما كنت أعرفهم يأخذوا كورسات بالجامعة ثياتر يعني وادي بس دائما كاميرا وين بمصر كمان مثل ما كأنا رايح بيع هامبرجر بأمريكا فرايح أبيع كشري بمصر ما بتصبح المهم كان الأستاذ حسين فهمي رائع جدا برنس معهم كان كان يقعدني هو بس يخلص هذا يقعدني نعمل أنا وياه الفلوري يعني لا أقول هون هنا أقول كده هنا أعمل كده شفت علي كيف فوجهني إذا بتلاحظ بأول مسلسل كنت في مشاهد ضعيف كنت فيها بعدين شطت نص المسلسل بطلوع إنه أخذت معه ومشي عملت من بعد أم العروسة غدا يوم آخر مع السيدة رانيا فريد شوقي وشو اسمها روجينا وجوزة وعملنا مسلسل ثالث كمان بعدين لقيت حالي قاعد بمصر وعم بمثل مش عم غني
وأنا ما لعبت الغنى والفن والموسيقى وبعدين جيت على بيروت طلعت كان وضع الممثلين والتمثيل هون شيء بتعتير ما حدا عم بيشتري ما في إنتاج ما حدا عم بيشتري طب اطلع علي مجدي مشموشة ويورجو شنبوب وفين وفات قاعدين بالعمام وأنا قاعد عم مثل بمصر وغني آخر الملعبات حسيت أنانية مني كتير فعملت قلب المدينة أنا ويورجو شنبوب وكارمل لبوس وغنيت كمان كتير ما في مسلسل بغنى إلا أنا بغنى كتير وعملنا الشخص الثاني وثلاث مسلسلات لبنانية وثلاث مسلسلات مصرية بعدين قلت خلاص انافس انافس ما أنا يعني أنا ما لعب الغنى وصرت عرفهم فتحت له مكتب هون لحمد الله ببيروت قلت له لازم تنتج من بيروت بدك تعملها وقلع رجع من هون وعمل مسلسلات وهيك وأنا رحت اتفرغت وعملت الحادث السيارة وقتها صار معي حادث السيارة وهذا اللي أخرني وقعدني وغير لي كل حياتي وغيرت كليا يعني قبل الحادث شيء وبعد الحادث إنسان تاني آخر الحمد لله حتى لو ما أخر شوي كتر خير الله أنك بخير وبصحة جيدة أنا شكرا. بفهم منك عيسى غندور بقية تجربتك بالتمثيل خجولة لأنه حابب تتفرغ للغنى لأنه مثل ما قلت هو ما لعبك بالضبط بس هذا ما لا يعني أنه ماني ممثل جيد لا بعتبر نفسي بكل تواضع أنا ممثل جيد بعرف كيف أسرق الكاميرا بعرف بس بحب كون ناقد أكتر من ممثل إذا بتلاحظي بكتب شغلات يعني مثل السيف هون نعم لأنه نحن بعد هلا كدراما لبنية للأسف بعدنا ما وصلنا للي لازم نوصل عنا مواهب عنا كتير ممثلين وممثلات بيمثلوا حلو وبيعطوا إلقاء بجنن ولكن معظم المنتجين ما مرحوا كلهم اللي هن بينعدوا أعصاب يعني ما في منتجين ما بعده برحلة لأنه موديل وملكة جمال سابقة وملك جمال بجمعهم مع بعض بجيب واحد اسم معروف وهذا الاسم المعروف بشارك عليه ما تجيب له أسامي يضربوا عليه معروف وعملوا مسلسل يلا وعملوا كذا جزء منه وفوتوا بالحيط آخر فيلم العمل ما بيشاف ما بيتحضر عيب شو هذا شو عملته شو عم تعمل يعني الوجوه الجميلة فقط والأجساد الأجسام ما خصوا وجوه يعني عبدة كامل ما كانت حلوة منا حلوة يعني عبدة كامل مع كل احترامي لها إنما رائعة من جوا نعم. ممثلة رائعة ما نروح لبعيد يعني ما نروح أطوان كرباج فيليب عقيقي ما كانوا حلوين هولي بس كانوا ممثلين كانوا هن الأساس ليه بدك تروح للجمال انه لازم تكون حلو ولازم تكون فول ميك اب وكسر السيارة عليها وحادث السيارة ما بعرف شو وقلب السيارة مين قلب عليها وفول ميك اب بتتخط انجا اعمل لانه هي ما بدها واضرب من هيك السيناريست مثلا السيناريو قاعدين بقلب مكتب بيرو هو عم بتدرج محامي وهي عم تتدرج عند محامي تانيته انه 4 سنين خاطبين بتقول له بعده استاذ شوقي بعد بلا استاذ ميراي استاذه ميراي دوموزيل ميراي استاذ شوقي وقاعدين لوحده وما حدا معهم بالمكتب كيف هيك طيب كيف هيك شو حلو صراحتك هلا عرفت كنت كاتب ستاتس على الفيسبوك كنت يمكن مزعوج من هالأمور لذلك كتبت بصراحة طبعا هي صفحتك حرفية طب انه ما في مساعد مخرج ما في اخراج ما في مخرج يقول انه ولو ما هيك اللبناني لا مسلسل لبناني ما خبرك لا ما هيك إذا بدك تحط المنتاليتي اللبنانية عكس هيك كلياً إيش يا با كيفك أول ما تعرف عليها بتلاقيك طب على هذا اللبناني تعرف للأسف بلبنان كل صبية وكل شاب صار طموحهم المشاركة بملكة وملك جمال لبنان بس ليوصلوا للتمثيل ويوقفوا أمام الكاميرا هالمسخرة ملكة جمال لبنان وملك عيب أنا بلاقيها عيب اللي بده يزعل شو هالمسخرة طالع عم نفرجي عملنا للعالم سوري بس انه يعني شفت اللي طلعت هيك وانا عملت بسنة واحدة عملت وخي شو عملت ما شفتك شو عملت عم يبزق عليك العالم عيب روح افتح لك شيء دار روح دار العجزة ساعدهم روح عمل لك شيء خير مثل ما بيعملوا برا ملكات الجمال انتو فارونتاز يعني فت مسات انت عملت لحالك ما عملت للناس لا وبتقول له المذيعة بولايتك شو عملت بولايتك
هديك ماشي سائقة شي تعتير عن جد شي تعتير. وصلنا لمرحلة انحطاط بشكل مش طبيعي جدا صح. مش طبيعي. أنا بدي أقول لكل المستمعين والمشاهدين بحق له يحكي لأنه عنده خبرة بمجال التمثيل لأنه التمثيل من بارسة يعني حتى بالجامعة بأخذ كورسات بارسة وعندي قعدة البيت بعد الحادث السيارة على 3 سنين أنا وتمثيل منه شيء جديد بحياتك الفنية لأنه ببداية مشوارك مارست مهنة التمثيل من خلال مسرحية. أنا مسرحي بلشت قبل ما غني بلشت بالمسرح أنا ومجدي مشموشي وفؤاد عليوان نعم. المخرج فؤاد عليوان وبلشنا مسرح نحن أنا كان عمري 16 سنة بلش وحدل كذا مسرحية وهلأ تقلنا لل بس بحب التمثيل بحب هلأ أرجع مسرح يعني بدي ارجع مثل لاقول انه مش هيك بحب ارجع مثل على بدي ارجع مثل على امل نرجع نشوفك بمثل ثاني صادق اللي بعت لي بدنا نعملك وانا اقول له انه ما علي خلينا هلا لا انا بدي ادق له الصباح انه طايخ يعني عم جيبه مش احسن مني مش كله طبعا ولكن روق بقى يعني بدك تكون صريح معهم. أنا كتير تخطيت وقت البرنامج كان على أساس 45 دقيقة صرنا الساعة و15 دقيقة بالعكس عندي سؤالين بعد كتير بهمني أحكي عن تأثرت بالفنان الراحل محمد عبد الوهاب وأيضا حضرتك من محبي سيد درويش من بعد غياب سنوات طويلة عن الساحة الفنية رجعت مع فرقة المدينة عام 2009 وأعدت إحياء أغنيات شهيرة للراحل سيد درويش ومع شرب الروحانة بعدين رح نحكي طبعا. قبل ما أطرح سؤالي أحكي لنا عن هالتجربة لو سمحت تجربة إعادة أحياء آل صحاب سيد باختصار آل صحاب هن الأساتذة يعني بيو لزياد وعمه لزياد وعمه التاني وهن الأساتذة هن اللي حطوا فيه شيء إنه الموسيقى الشرقية نعم. يعني شو ما بيعملوا شابوبا زياد من أنا هو صغير بعرف التقينا صدفة بالحمرة مع المنتج غازي الموسيقي المنتج غازي عبدالبي قال لي عم فكر نعمل شيء لسيد درويش وأنا غرامي سيد درويش أنا غرامي قبل عبد الوهاب سيد درويش شخصيته وفن فقلت له جيتوا يعني حكولي بالوجع عدنا واخترنا الأغاني وهي كان وعملنا طول فيهم وكنا رايحين دار الأوبرا مصر والحمد لله كتير نجح معه حتى زياد يعني وحباني قال لي لو جيت لعندك تعملته بعد أحلى من هيك لو أنت بقول لك لو ما في عندك لو الباب ما بتفتح أوقات مهم هذا النوع من الموسيقى هو البيس طبعا هو البيس يعني سيد درويش هو سيد الموسيقى من وراء سيد درويش خلق موديل جديد ونوع جديد من الموسيقى وفنانين جدد من بيناتهم محمد عبد الوهاب لأنه مؤثر بالشخصية درويش وكان أستاذه محمد الأصابجي أستاذه على العود وسيد درويش أستاذه بالغنى يلي هو كان موجه لمحمد عبد الوهاب فهذا النوع من الغنى ما بيموت يعني وقت اللي بيقول لك ما في وقت أسمعك بس أنه هذا النوع من المغنى ما بيموت كلام ولحن لأنه كانوا صادقين كانوا يا سلام يشتغل ليأكل ليتعشى يغني بالفرح ليتعشى يتعشوا مش عندهم طموح انه بعدين كان مرفوض فكرة مزيكاتي كليا مرفوضة مثل هلأ موسيقار بينبسطوا فيه اللقب لما بيقولوا له انت موسيقار بينبسط انت بتعرفش معنات موسيقار مزيكاتي موسيقى قار تركية هي هذه مصطلح تركي يعني انت مزيكاتي وبنبسط الموسيقى الموسيقى لا يا اخي قلت له يا مره لا ابو مجد الله يرحمه صفاء عبد الضحك قال لي بعرف بس تركن هون على هبل سوري بس انه ايه قال له اتركن على هبل انا مبسوط يا خيفي خليها بقى سيد درويش عملنا وكانت فكره ناجحه وكان عمل حفلات ناجحين جدا بعدين صار في خلاف بين زياد وبين غازي بعدها وقف العمل كفينا العمل بعد كم سنه مع شرب الروحانة على اوسع على فرقه اكبر و أوركستريش عملنا بيبلوس مهرجانات بيبلوس هذه متعة بالنسبة لي أحلى لحظات حياتي كانت ولكن إنه أغني لسيد ولكن ما خفت من الرجعة بهالأسلوب لأنه انتقلت عيسى غندور من غناء الأغاني الشبابية إلى إعادة إصدار روائع سيد درويش أنا موسيقتي موسيقى شبابية سيد درويش موسيقته شبابية
لما بقول شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدة لابد يعيهم برضو ويعدلها سيدك للمعطر للشيال يعني اللي عم بيحكي شيء عم بيغني له عم يغني للباشا هيدا هو أغاني شبابية هولي حتى موسيقى أنا بلشت حبك من بعض الله وهو أغاني شبابية ماني ضد أنا ماني فيناتك ضد على اللي بيتعدى على الشيء وبيفرض حاله أنه هو كل شيء هيدا واحد مخبول سوري لأنه بقول مخبول مخبص طيب يعني مثل إحدى العارضات اللي بعدي حالة فنانة التقيت فيها بصدفة بشاكوتي عمر بسوبر ماركت أنا طالع وهي فاتي معه واحدة هلا انا ما عرفتها صدقيني ما عرفتها يعني ما بتطلع وماشي اللي ما قلت لي هذا عيسى غندور فيني اتصور معك قلت اهلا وسهلا حبيبتي قربي هلا لانه ما سلمت عليا او ما هذا سالي قالت لي لازم تاخذ اذني قبل ما هي تتصور معي لازم تاخذ اذني وتاخذ اذن لانت تتصور معي اوف ولك شو عم تحكي فكرت عم تمزح ضحكت لي لا عم بمزح سم عم بيطلع منها نكد وانت كيف ما بتاخد اذن منا ماشي لا صورت معها قلت لها صاحبتك مجنونة قلت لي بعرف قلت حالك مش ما عم تبرمس ما رديت عليها خلينا ننساهم خلينا ننساهم وين العود بدنا نسمع شيء قبل ما اختم بسؤال من سيد درويش بصوتك اذا ممكن خلينا ننطرب يلي بتختاره موافقة أيامك نسيتها ونسيتك كمان رجع قلبي خالي أيامك نسيتها ونسيتك كمان رجع قلبي خالي دي حكاية وطوتها وكلام كان زمان رح ويا الليالي لا بينا كلام ولا أي خصام لا بينا كلام ولا أي خصام على تسأل عليا مالكش دعوة بيها ولا تسأل عليا مالكش دعوة بيا بتسأل ليه عليا تسألني عليا قول وحشك عيني من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا اللي بتسأل عليا مالكش دعوة بيا بتسأل ليه طب ليه عليا الله الله من سبيل مدور جيمي ما معطينا له كريدت بس قبل ما هيدا بدي احكي شغلي تفضل حتى بأمريكا يعني في موسيقيين عرب مهمين كتير يعني مثلا في عندكم بلال حقاني صديق بلال حقاني موسيقي مجنون شاطر كتير وموزع وملحن وكاتب وبيغني كمان فل هلأ عم نشتغل معه عم نشتغل معه هو مدامته رانا سوري وفاتحين مثل شركة اللي يعني مرحين كتير يعني أنا بقدم أعمالي لأنه هن بيسوقوها وهن بيسوقوا العمل وبشرط دائما أنه بلال يوزع لأنه واحد من الخمس المهمين بالعالم العربي في عصر عريال واحد منهم بلال حقاني بس هو ما بحب الظاهر لا ينشهر ما بحب بضل قاعد هيك وبشت الموسيقى وبس فبجله تحية لبلال لأنه في عنا شغل كتير مع بعض سوا تحية وعن قريب إن شاء الله رح تسمعوهم وإن شاء الله
وإن شاء الله موفقين يا رب. عيسى غندور، عندي بعد هيك شي خطر ببالي اطرحه قبل ما أختم وأعطيك الكلمة الختامية لحضرتك. الله يخلي لك إياهن سيرين وطارق. مين من الاثنين عنده موهبة بيون أو جدن؟ اثنين، بس سيرين بيانو وبيس، بلعب بيس وبيانو بروفيشنال. من انه صغار انا اول شيء علمتهم بيانو. نعم. يعني قبل ما يفوتوا يعملوا الهوم وورك تبعهم لازم يخلصوا درس البيانو قبل، بعدين يفوتوا على الهوم وورك. نعم. فاثنيناتهم بيلعبوا بيانو، انا بس طارق سبقني على العود، صار عواد نمبر 1. اوكي. وسيرين بتكتب حلو كثير وصوتها رائع جدا، مش لانه بنتي بس عندها بحة مش طبيعية، بس كمان ما بتحب تعمل وتغني وهيك. لا. عم بتعلم ارت. هي وطارق عازف عود باب أول يعني محترم وصوته حلو كمان، بس ولكن مشكلة إنه الكلام العربي عندهم صعب. يعني طارق إذا غنى شيء عربي ما بيعرف معنات الكلام، لأنه تلاميذ يعني فوتوا الآي بي وأسطورات أجنبية وقواعد العربي، وهذا غلط يعني. ولكن احيانا بس يغني عربي شغلي بتضحك، انه اكيد ما بتعرف شو معنى الكلمه. ما فكرت يوما ما تعملوا دويتو انجليزي وعربي، يعني غربي وشرقي، حدا من اولادك طالما عم تقول سيرين بتملك صوت حلو؟ تعملوا بلا، بس تخلص عندي نركب عندي السيت تبع الاوديو والتسجيل. يعني طارق عنده سيت على قد، انا عم فكر اعمل استوديو صغير بس عم صمد له يعني شوي شوي. يعني في هيك مشروع؟ في شيء؟ ايه طبعا اكيد. هاي ما راح اعمل غلطه بابا الله يرحمه بي، لانه والدي ما كنت نق عليه انه خليني اللي بعد ما وقت بعد ما استويت، لا تستوي مزبوط، طول بالك شوي. بديك تقعد المستمعين والمشاهدين بس يكون في هيك عمل جديد أول مرة، من وين رح تبلغ عفوا تبلغ الناس ولأول مرة وين رح يسمعوها؟ بكير بعد يعني حتى ما يقولوا ما يسمعوها، بس إنه إيه أكيد بقول. بس هلا عم بشتغل على شيء، في أغنية جديدة، نوع جديد. نعم. يعني غوسبلز. نعم. عم بكتبها صعب كتير، بس مفروض تكون كذا فنان يغنيها، وفنان هنوقف مع بعض ستيج ونغنيها إن شاء الله. التوفيق إن شاء الله تلاقي أنا بدي أختم لقائي بسؤال. بعرف أنه حضرتك قبل شوي قلت غبت وبعد الحادث سافرت ورجعت، ولكن 22 سنة، نعم برجع بعيد، بعد 22 سنة عيسى غندور رجع من أمريكا على لبنان، لبنان الحبيب يلي موجوع اليوم. هلا قد بتحبوا للبنان وليه رجعت بعد هالسنوات الطويله؟ حرام، لبنان ما خص، انا مشكلتي مع اللبنانيه اكثر من لبنان. لبنان بلد رائع كما مناخ وكاو كاو، خليك ترجع. ولكن مشكلتي مع بعض اللبنانيه يلي قاعدين مسكين لبنان، السلطه، مشكلتي مع السلطه. طب رح غير طريقه سؤالي، شو خليك ترجع على لبنان بعد 22 سنه؟ اون اوف كنت، ما كنت مقيم هناك يعني، كنت اروح واجي اروح واجي اروح، بعدين اخش اغني بالبيبلوس عند حماد القداسي مازن. اللي خلاني ارجع انه وقت الحادث انا حسيت حالي بعيد عن عيني، بعيد عن الكل، عن عالمي، عن طبيعتي. انا بحب انزل على الشارع اقول له صباح الخير ابو علي، وروح عند ابو صلاح الكوى اشرب فنجان قهوه اللي هو عنده 70 سنه يقعد يخبرني خبريات ما بعرف، انزل عند الحلاق اقعد 4 ساعات عنده اسمع الزبائن شو عم بيحكوا شو عم بيحكي. انا زلمه عشراوي كثير، بحب العشره، بحب البساطه جدا جدا، بنزل بالسليبرز بالشورت ما عندي مشكله. وقت اللي كنت كثير معروف بالبلد هون ما كان فينا اعملهم، او عملتهم كم مره وانتقدوني، بعدين قعدت بالبيت ما بدي اطلع بهالمعنى، عرفتي كيف قصدي؟ فأنا زلمة عشان كتير بأمريكا ما في منه، بستيتس ما في منه، يعني ضجت، حصر معي أزمة نفسية، وحملت حالي ورجعت، وكانت الرجعة
عساس انه نعمل كامباك قوية هون، لانه عندي هيتس كان بامريكا مع ماي سكوتلاند كيف تروحي وغيرها. فبدي يعني كيف هون عم نشغل اغنية ببلدي ما عم يسمعوا، صلي فترة ما عمل شيء، هات لأرجع عامل شيء. رجعت وعساس نعمل مشروع، وجبت ابن عمي معي كمان كان بكندا، هو ساوند انجينير حسن، وضل هون وضليت هون وعلقنا هون، خلصوا المصاري اللي كنت شغلهم وعملهم، وصرت صرت عم بشتغل على خلص بطل فيه ارجع سافر واسس على جديد من اول جديد. صح للاسف لبنان انا من النوع اللي صرفت اكثر ما يعني صرفت بحياتي فلوس اكثر ما طلعت، مع انه عملت كثير فلوس بحياتي صراحه، بس من النوع اللي كل ما تملى جيبتي ما اشتري، حط حالي وسافر، اخذ ريما وسافر نطها، بس اطفر يخلص المصاري ارجع اشتري اعمل كام حفله بس هيدا نوع هيدا غلط، بس ولكن أنا هيك مزاجي جدا وهذا شيء مريحني بحياتي. على أمل نشوفك بحفلات وأغاني بوقت قريب جدا، ونحن بكل سرور منقطع الأغاني أصلا عم بيسمعوا أغانيك عبر هوانا. عيسى غندور أنت فنان فعلا بتتسمى مطرب، لأنه وقت نسمعك بتتربنا، ووقت نحضر الفيديو كليبس حتى لو قديمة ننبسط بالأغاني، لأنه فعلا عم بتقدم فن شريف وراقي يلي بيشبهك. شفتي هذا الحكي اللي حكيتيه، هذا هو الأكسجين تبعنا، إنه هذا الأكسجين. هيدي الحقيقة. الحقيقة تقال كيف ما كانت، هيدي حقيقة. رح أعطيك كلمة ختامية من خلالها في رسالتين، الأولى شو بتقله للفن اللبناني، والرسالة الثانية شو بتقله للبنان الحبيب يلي موجوع جدا. بعد مرة أهلا وسهلا عبر إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز، المطرب والممثل اللبناني عيسى غندور. شكرا جزيلا، شكرا ستيسي وجميل كمان جمال. جميل. جميل جميل سوري جميل. بقول الفن اللبناني أو الفن اللبناني فن رائع جدا، ولكن في فنانين تعدوا على هذا الفن وعم بيحولونه بغيرونه غويته ونمطه. ما فيني أحكي مع هالفنانين لأنه هولي من النوع اللي ما فيك تحكي معه، ما بيخدوا بنصيحة، هولي بيدعسوا على الكل، بيدعسوا ليوصلوا، مش فارقة معه لا فن ولا شيء، بس هم يعبوا جيبوا من شغل، شوفوني يا بديعة وما بعرف كيف، هذه هي غلط يا قلبي، مش هيك عمول، ما حقك هذا تنشهر، حقك تغني، حقك تعمل بدك اياه، بس ما حقك تغير الهوية وتزعم تغني يا بك تطل هواك بك تعمل هيك وتقول هذا تراث لبناني. بجن مش تراث لبناني، ما خصك فيه، احترم التراث واحترم الفن، وقول انا فنان بسيط وابا لا احترمك، افتح مجال لغيرك احترمك، ما تكون مستفز وتمشي، ما في حفلة عندك إلا ما 100 مشكل بيصير و 100 شيء اسمه جريح وهذا. المهم الفن اللبناني بألف خير، إنما الفنانين اللبنانيين منهم بخير، 90% من الفنانين اللبنانيين منهم بخير. شيء اللي هو الأوائل وإليسا والفرانت يعني شيء اليوم عشنا، مع أنه في كم حدا منهم كمان ما خرج وصل أسلوب للأسف، طبعا أنه في منهم مش وائل رائع، ولكن هول من الناس اللي اجت الفن على طبق من ذهب عنده، الشهرة اجت عنده مش هو مساعد الشهرة، عم تفهمي في فرق. انا مش بقول للبنان ما راح اقول شيء، لانه اللي قالوا قبلي كل شيء قال لبنان، انت ما خصك، انت زلمه ما دخلك، عم بيعملوك حتى مرض، يعني بيسموه هذا البلد اللي بلد بيروب فيمينال، انت ذكر لبنان، انت ذكر، منك مؤنث مع كل احترامي للمؤنث، ولكن انت جبل، انت قوي كتير، انما اللي ساكنين فيك واللي ماسكينك وحاطين الرسم على رائتك هولي ناس مش بشر، ولا بيعرفوا قيمة البشر، ولا بيعرفوا قيمتك مزبوط، هولي جماعة بس ليعبوا جيوبهم، حتى بيضحوا بولادهم كرمال جايبتهم، لهون وصلنا يا عيب الشوم. انا زلمة ما خصني، جمهوريتي هي بيتي، الشعبي هو أولادي، وقوانين اسمه قوانين بيته، وخلصنا بقى ونقطع السطر. كلام حلو كتير، على أمل توصل هالرسالة، ولكن بدنا نختم مع العود وبفرح، وتختار أغنية من أغنياتك لننطرب ونرجع نختم اللقاء مع بعض لو سمحت. تفضل. بتقول
بتعيد لي مين وبتشكي ده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده بتقول وتعيد لي مين وبتشكي ده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده دول مهما تقلموا بداروا ويكتبوا دول مهما تقلموا بداروا ويكتبوا ولا يوم يتكلموا ويشمتوا العيدة الناس المظلمين ما يعملوش كده. طاب الله مساءكم. الله يسلم صوتك الفنان محمد عبد المطلب. نعم أهلا وسهلا فيك بعد مرة عبر هوانا وعلى أمل. أنا بشكر جميع المشاهدين والمستمعين تحملوني على المدة هاي وبشكر قصة البرنامج وألف شكر لكم وإن شاء الله دائما على تواصل. إن شاء الله بإذن الله ناطرين كل جديدك موفق عيسى غندور. أهلا وسهلا بعد مرة فيك دي من برنامج نجوم كافيه عبر راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية من لوس أنجلوس كاليفورنيا. أنا دقيقة قليلي وبختم برنامجي معكم. وهيك بتنتهي حلقتنا لليوم ليوم الخميس 13 تشرين الأول 2022. برنامج نجوم كافيه انتهى لليوم مع ضيفنا العزيز عيسى غندور يلي استمتعنا جدا باللقاء معه. بشكر كل المستمعين والمشاهدي إذاعتنا لو تابعتونا على radiostars.com أو من خلال راديو ستارز صفحتنا على الفيسبوك. شكرا للجميع وبعتذر إذا ما قريت أقرأ تعليقاتكم ولكن رح أرجع أرد عليكم من بعد ما أخلص وأختم برنامجي. أنا بكون معكم مع برنامج من مصدر موثوق الثلاثاء القادم بتمام ساعة 12 ظهر بتوقيت لوس أنجلوس كاليفورنيا وساعة 10 المساء بتوقيت بيروت لبنان. وفيكم ترجعوا أكيد تحضروا إعادة هالحلقة عبر صفحتنا أو بتتسجلوا مجانا على قناتنا على اليوتيوب راديو ستارز. انتبهوا على اللوجو من حرف الستارز كيف مكتوب وبالسيرج بتكتبوا راديو ستارز بالحرف الزي بالآخر وبتتسجلوا مجانا. خليكن عم تسمعوا راديو ستارز 24 ساعة من دون توقف أغاني منوعة بكل اللهجات العربية. يعطيك العافية مهندس الصوت ومخرج البرنامج جميل مدور. أما البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا ستيسي أفيديكيان عربيا. كل مستمعينا ببلاد عربية بأوروبا تصبحوا على ألف خير ومستمعينا بأمريكا بكندا بأستراليا وبأرجنتين إن شاء الله بقية نهار ممتعة لكم جميعا. برنامج نجوم كافيه كل خميس 9 المساء بتوقيت لبنان 11 الصبح بتوقيت لوس أنجلوس مباشرة على راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية بلوس أنجلوس كاليفورنيا. وبذات الوقت أيضا فيكن تتابعوا نجوم كافيه بصفحة راديو ستارز على فيسبوك من خلال فيسبوك لايف ستريم. نجوم كافيه من إعداد وتقديم الإعلامية ستيسي أفيديكيان أرابيان. راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية. You're listening to only the best internet radio station in the world. راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية. في غيرنا طبعا بس ما في مثلنا أكيد.
إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز من لوس أنجلوس كاليفورنيا.